رجعنا لكم مشاهدينا. ويتعرض أفراد العائلة في كثير من الأحيان لحوادث يومية في المنزل، بعضها بسيطة وبعضها توصل لدرجة الكسور أو عوارض تحتاج أن نكون عندنا حقيبة إسعافات الأولية عشان نقدر نساعدهم قبل وصول الإسعاف. طبعا في خلال شهر رمضان بنكون مع الأخت الفاضلة أسماء موسى رئيسة التمريض في قسم الإصابات في مستشفى حمد العام، تزودنا أسبوعيا بأهم التوصيات الخاصة بالإسعافات الأولية في المنزل. في حلقتنا الأولى اليوم مع الفاضلة أسماء بنتكلم عن حوادث السقوط في المنزل وخارجه، وخصوصا الأماكن المخصصة للعب مثل حوش البيت وكيفية مداواة هذه الإصابات. ويا هلا بك ومبارك عليك الشهر. أهلاً وعليك، هلا فيكم، مبارك عليكم وعلى المشاهدين الكرام، شهر رمضان الكريم. الله يسلمك. إذا أسماء، شن هي أبرز أو أكثر المخاطر اللي تسبب حوادث سقوط في المنزل، وتحديداً يعني عندنا بعد في حوش البيت؟ طبعاً إحنا لما نتكلم عن السقوط، مسببات السقوط تنقسم لعدة عوامل، منها عوامل بيئية، منها طبعا فوضى الألعاب والأثاث في المنزل، السجاد المتحرك، الكراسي، وجود الكراسي بجانب النافذة وخاصة إذا كانت النافذة ما فيها حواجز، البلكونة، الكراسي بجانب البلكونة، السلالم اللي ما فيها حواجز هاي وايد خطيرة، الإضاءة إذا ما كانت كافية، الأرضية المبللة، كل هالأشياء تؤدي للسقوط. طبعا هاي من ناحية العوامل البيئية. في عندنا عوامل مرضية نفس، وهاي طبعا تخص كبار السن، نفس انخفاض ضغط الدم، السكري، ضعف العضلات، ضعف النظر، تناول بعض الأدوية اللي تسبب الدوار وفقدان التوازن، فهذه مسببات السقوط. إذا تكلمنا عن النسبة، هل تشوفين الصغار أم الكبار نسبة الحوادث أكثر عندهم؟ طبعاً الأطفال معرضين أكثر، لأن وخاصة السن أقل من 9 سنوات، لأن الإدراك، الحس الإدراكي عندهم للحين يكون في طور النمو، وإدراكهم للخطر يكون أقل. فهم يكونون معرضين أكثر، خاصة مع اللعب وعدم تقديرهم للخطورة، فهم معرضين أكثر. لو بنركز مثلا على عيالنا والمخاطر اللي ممكن يتعرضون لها في البيت، يعني ذكرتي مثلا فوضى المكان اللي هو الألعاب أو الأثاث، فشن هي المخاطر اللي ممكن يعني بالفعل أن احنا ممكن نتجنبها على أساس أن عيالنا ما يتأثرون، يعني ما يتعرضون لإصابات؟ طبعا سبب الوقاية من الإصابات، طبعا ترتيب المكان بشكل خاصة، أماكن تواجد الأطفال في أماكن اللعب، غرفهم مثلا، غرفهم، غرفة ألعاب، طبعا ترتيب الأماكن بطريقة أن ما تسبب لهم الحوادث أو الإصابات. تجنب، في عندكم بعض الأشخاص يستعملون السرير اللي بطبقتين، طبقين. هاي طبعا وايد خطير، لأن الطفل ممكن يطيح من الدور الأعلى. طبعا الأسلاك الكهربائية، التمديدات، الوايرات، هذه ممكن أنها تسبب عرقلة للطفل وهو يلعب. الأرضية المبللة ممكن العاملة وهي تنظف تترك أدوات التنظيف في مكان العمل، واخذ اللعب في نص، اي في نص الطريق، والطفل يلعب ولا عليه، يعني ما يفكر، يتزحلق، ممكن يصطدم في أدوات التنظيف ويطيح بعد، والأرضية يعني كلها ماي يزلق ممكن. فنحاول ان احنا نحطه على جنب، ونعلم دائما اطفالنا طريقه اللعب السليمه، انه ما يتعبثون في الشيء، والاماكن اللي المفروض يلعبون فيها. احيانا الاطفال لما يلعبون مع بعض يعني يكون في خشونه في اللعب مع بعض، فواحد يدفع الثاني، يطيح، يتعور، ممكن يرتطم
في حافة الطاولة، فهاي الأشياء كلها نقدر نحن نتجنبها عن طريق تعليم الطفل طرق اللعب السليمة. فهاي من ضمن الأشياء اللي ممكن نحن ننصح. بعدين لازم نكون حريصين ونراقبهم، يعني خصوصاً هم الأطفال. وأكيد مراقبة الأطفال، طبعاً إحنا ما نقدر نمنع الطفل من اللعب، بس نراقبهم من بعيد لبعيد، يعني هاي أهم شيء، أهم شيء إن إحنا ما نترك الطفل بروحه. صحيح. سواء في حتى في الحدائق، في الأماكن العامة، دائماً مراقبة الطفل، دائما مراقبة الطفل بدون ما نقيده، بدون ما نحس يعني باختلاف عن الأطفال الثاني. زين استاذ، خلينا نتكلم عن شلون نتصرف اذا وقع حادث. طبعا اهم شيء القلب القوي. ايوه، بس التحكم بالاعصاب، الهدوء، عشان نقدر نحن نتحكم في الامور وما نفقد السيطرة، ونقدر نحن نركز في معالجة الأمور. ثاني شيء، نتأكد من وعي المصاب مع عدم تحريكه، وهي نقطة وايد مهمة، عدم تحريك المصاب، طلب الإسعاف، لأن لازم أن احنا نطلب الشخص المختص. نعم. في ناس يعني على طول يركضون وكأنهم هم المختصين، ايوه، يشيلون الطفل و يعني يبتدون هم يعالجونه كأنهم هم مختصين في هاي. لا، ممكن تبتدون في الأساسيات إذا أنتوا قادرين على هالشيء وعندكم الأساسيات. نعم. بس ما يعني ما في الحوادث الخشنة، يعني وفي كل الحالات لازم الإسعاف. نعم. لازم عشان كذي الأساسيات يعني ممكن تكون عندنا إحنا في البيت، مثل يعني مثلاً إحنا جايبين هذه الأغراض. إيه نعم. اللي مثلاً أمامك لو تكلمينا عنها. إيه نعم. طبعاً هو ضروري في كل بيت، سواء عندنا أطفال ولا ما عندنا أطفال. ممكن عائلة تيجي تزورنا وعندهم طفل لا قدر الله صار عندهم مصاب، أو نفسنا كبار. إيه نعم. مصاب، أو إحنا ككبار حد منا أصيب شيء لا قدر الله، نحتاج لصندوق الإسعافات الأولية. طبعاً ما توفر عندنا هالشيء، على الأقل الأم أو ربة الأسرة تقدر أنها توفر هالأشياء من الصيدلية الأساسيات، نفس مثلاً الشاش. نعم. طبعاً إحنا طلعناه يعني عشان عرض للمشاهدين. إيه نعم. ولا يعني هو يعني في كيس مغلف. إيه نعم. يتم نظيف، وبعض الأدوات معقمة لحين الاستعمال. نعم. طبعا هاي الشاش يساعد على ان احنا نستعمل لوقف النزيف. في حالة النزيف نربط مكان النزيف لوقف النزيف. طيب قبل احنا نستخدم اي توني بسألت قبل اي شيء لازم القفاز ضروري. القفاز ايه، القفاز لازم طبعا يكون نظيف، هو يمنع ايوه طبعا انا ودي اعالج الشخص المصاب، بس بعد ان انا بعد احمي نفسي. نعم. صحيح، احمي من الصابين. ايوه، وفي نفس الوقت على اساس ان الجرح بعد ما يتلوث، ممكن. نعم. الجرح الشخص نفسه يتلوث. نعم. فالبس القفاز. طبعا انزين كبير علي، بس اهم شيء انه للعرض يعني اهم شيء. أيوة. ناخذه يعني. أيوة. كان كبير ولا صغير. أيوة. يفيد الواحد. طبعا زين استاذه، نصيحه اخيره للمشاهدين. طبعا احنا دائما وابدا نقول في حالات الكسور، وهاي وايد مهم، عدم تحريك المصاب، لان وايد وايد حالات تجينا ان مثلا طاح شخص وعنده اصابه، تشوفين الناس شايلينه وجايبينه. نعم. على الطواري، فاحنا عشان نتجنب، لان هاي ممكن يسبب مضاعفات للمصاب نفسه. نعم. ممكن تهتك انسجه داخليه. نعم. ممكن لا قدر الله تمزق اربطه، ممكن شرايين. شلل، ممكن عجز تام يصيد. نعم. الشخص، ممكن الوفاة، ممكن تسبب الوفاة خاصة إذا كانت إصابات في العمود الفقري. فدائما دائما ننصح أن عدم تحريك المصاب في حالة الضرورة، لأن إذا مثلا المصاب في مكان غير آمن نبي ننقله على مكان آمن. تثبيت الكسر، إذا إحنا قادرين وعندنا الخبرة الكافية
تثبيت الكسر بطريقة مريحة للمصاب ونقله مع طلب الإسعاف دائما. نعم صحيح. مع هاي النصائح شكرا للأستاذة أسماء موسى، يعني مجموعة من النصائح للإسعافات الأولية، ويعطيك العافية حبيبتي. شكرا لكم. إذا مشاهدينا، من هذه النصائح اللي سمعناها بخصوص الإسعافات الأولية نصائح أخرى خاصة بوزارة الداخلية نحب نشارككم فيها على حسابهم اللي موجود عندنا على تويتر، كثيرة هي النصائح، فكل يوم مشكورين قاعدين ينزلون لنا مجموعة من هذه النصائح. وين هي؟ انترنت بطيء. بس أنا مساعة قريت نصيحة من النصائح. إحنا قرينا هذه النصيحة وكانت خاصة بأنت اللي قريتيها، السلامة المرورية. إيه إن الواحد ما يسرع الإفطار. إيه نعم. كانت يعني هذه النصيحة خاصة بالتمهل وعدم يعني التسرع متى وقت الفطور، على أساس إنه توصل بيتك سالم غانم إن شاء الله. إذا أخذنا هذه السلسلة وهي سلسلة كبيرة طبعا من النصائح والتغريدات اللي نزلتها وزارة الخارجية خاصة بسلامتنا، ممكن بالفعل إن إحنا نتعظ فيها وموجودة في المتناول أمامكم على وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا هناك في سلسلة أخرى من خلينا نقول النصائح الحلوة الاجتماعية في حزاويننا، وهي القصص الشعبية اللي تنقل من جيل إلى جيل من خلال الأسرة، نطلع فيها بمجموعة من القيم من أمهاتنا وجداتنا. نسمع هذه الحزاية من الفاضلة أمينة البدر ونرجع لكم مرة ثانية. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحين احنا في رمضان الفضيل ما نبي ناكل وايد عشان ما نصير مثل البنية ذيك اللي اسمها قرقوة. جديدة من قرقوة. قرقوة بنية صغيرة تاكل وايد ونخاف منها. الحين بقول لكم قصتها. ها أمينة تبين تسمعين قصتها؟ جديدة. ايه الحين بنقول لكم قصة قرقوة. قرقوة بنية صغيرة ونه. لكن تحب الأكل وايد، أبوها يا وياب قلة تميرة وملت البينة وحطهم في البيت وراح يمشي بستانه، جات قرقوة وكلت قلة التمر كلها وشربت ملت اللبن وصار بطنها الكبر. راحت تتمشى عند أمها في الحجرة، قالت لها أما قرقوة إيش في بطنك؟ قلة تميرة وملت البينة. قالت بك قالت ايه اللي يابا ابوك كله؟ قالت ايه، واذا ما سكت عني بقولك انت ونقنقه. بسم الله الرحمن الرحيم قامت كلت امها ونقنقه وبلعتهم صار بطنها هالكبر. وطلعت في الحوش تتمشى، الا تشوف عمتها قاعده تغسل المواعين وتشوف قرقوه جايته وبطنها هالكبر. قرقوه ايش في بطنك؟ قالت لها يلا تتميره وملت البينه. أمي وأبوي وبستان كلت أبوها بعد، راحت أبوها كلتها، كلت أبوها وكلت البستان، وشافت حمار أبوها وكلت أبوها وحماره، وردت على أمها وكلت أمها بعد ونقنقة. عاد شنو نقنقة؟ من يعرف شنو نقنقة؟ ها؟ أمها ونقنقة، تعرفون شنو نقنقة؟ حق الياهل، حق الصغير يقولون له نقنقة، كلت أمها ونقنقة. ويات عمتي قالت لها عمتي قرقوة ايش في بطنك؟ قالت لها ابوي وبستانه والحمار واذانه وامي ونقنقه كلتيهم كلهم. قالت ايه، واذا ما سكت عني الحين باكلك انت وتنتين. وكلت عمتها وتنتين اللي في الحوش كلهم. تعرفون شنو التنتين؟ نعم. تعرفين امينه شنو التنتين؟ دياي. الدياي، الدياي نسميه تنتين. وراحت تتمشى بطنها الكبر برا، الا تشوف خالت، خالتها شافت قالت لها قرقوه ايش في بطنك؟ قالت ابوي بستانه والحمار واذانه وامي ونقنقه وعمتي وتنتين. قالت بك كلتيهم كلهم؟ قالت ايه، واذا ما سكت عني انت باكلك انت واتح اتح.
وكلت خالتها واتح اتح اللي يمشون وياها كلهم. تعرفون منو اتح اتح؟ تعرفين يا نور؟ منو اتح اتح؟ العنزات. العنزات نسميهم اتح اتح الاول. وراحت تتمشى صوب البحر وبطينها الكبر. قال لها اللي يشوفها النوخذه، قال لها قرقوه ايش في بطنك؟ خاف عليه شوف بطنها كبير. قالت قلت تمير وملت البينه وابوي وبستانه. وبعدين الحمار واذانه. والحمار واذانه. وبعد امي ودنقه. وبعدين عمتي وتنتين. اي. وبعد خالتي واتح اتح. ايوه. قال لها كلتيهم كلهم؟ قالت ايه، واذا ما سكت عني باكلك انت وهولو هولو كلهم. وكلت النوخذ وركبت اللنج وكلت هولو هولو كلهم. قالت بسم الله الرحمن الرحيم وصار بطين هالكبر. تعرفون من هولو هولو؟ من البحاره. البحاره اللي يشتغلون ويا النوخذ كلتهم كلهم. وتبي تنزل من اللنج وبطنها هالكبر، وقوم طرف اللنج وشق بطنها. الشق بطن قرقوة وطلعوا الناس كلهم. من اللي طلعت؟ الأبو بستانة والحمار وأذانة وأمها ونقنقة وعمتها وتنتين وخالتها وأتح أتح. ومن هب؟ قول هاي والنوخذة وهولو هولو كلهم. نزلوا كلهم وافتكينا من قرقوة شق بطنهم وماتت. لو تامنا قرقوة لحين كان كلتنا كلنا. والحمد لله وخلصت قصتنا. شفتوا ولا تاكلون وايد في رمضان كله خفيف. اذا مع قرقوه والاكل الخفيف في رمضان مشاهدينا نوصل صراحة الشكر لابنة الفاضلة أمينة البدر، هي سعيدة البدر اللي ظهرت بهذه الرسومات الجميلة. وإن شاء الله نشوفكم على خير غدا. مع السلامة. مع السلامة.